السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم وصفة جميلة جدا، وصفة الرز بالجمبري. وصفة جميلة جدا وهعملها لكم بطريقة سهلة وسريعة. وبس ياريت قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة، وياريت تفعلوا الجرس علشان كل فيديوهاتي توصل لكم، وتعملوا كمان لايك للفيديو. أول حاجة هبدأ أنظف الجمبري. هنضف الجمبري بالطريقة اللي هتشوفوها دي. اول حاجة هشيل الراس وهبدأ اقشر الجمبري زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بعد ما اقشرها هضغط على ديل الجمبري وهقوم شداه. وبعدين هشيل سلسلة الرمل اللي بتبقى في الظهر بايدي عادي جدا، هشدها زي ما انتوا شايفينها كده. وهنضف الجمبري ده كمان كله بنفس الطريقة. دلوقتي بقى انا هنضف اخر واحده دي وهسيبكم وهكمل باقي الجمبري وارجع لكم. ودلوقتي انا خلاص نضفت كل كميه الجمبري وغسلته كويس، نقعته وغسلته كويس وصفيت منه الميه وحطيته في الطبق كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هروح على النار عشان ابدا اسويه. انا دلوقتي هروح للمقلاية هنزل فيها كل كمية الجمبري اللي انا غسلتها كويس جدا، هنزلها في المقلاية علشان اشوحه. والخطوة دي بتكون مهمة جدا علشان الرز بالجمبري ما يكونش زفر. دلوقتي انا هشوح الجمبري لحد ما ينزل ميته، لحد ويبقى لونه برتقاني كده، يبقى قرب يستوى. وهنا خلاص كان الجمبري اتشوح. دلوقتي انا هشيله كله في طبق وهكب المية بتاعت الجمبري دي. المية الباقية دي انا مش محتاجاها، انا هكبها. ودلوقتي هجيب حلة على النار علشان اعمل الرز بتاع الجمبري. هحط فيها شوية زيت وهنزل عليها البصل علشان احمره. هفضل اقلب البصل في الزيت لحد ما يتحمر كويس جدا ويبقى لون البصل بتاع الصيادية. ده الرز اللي انا هحطه في الجمبري، هغسله كويس جدا. ودلوقتي البصلة كده خلاص اتحمرت، انا عايزاها تكون باللون ده بالظبط كده. ودلوقتي هبدأ انزل عليها الرز اللي انا غسلته كويس جدا، هنزله على البصل علشان اعمل الرز الصيادية بتاع الجمبري. وبعدين هقلب البصل مع الرز كويس جدا وهنزل عليه المية بتاعته علشان يستوى. انا دلوقتي نزلت المية بتاعته، هسيبه على النار يغلي لحد ما الرز يشرب المية، هوطي عليه واسيبه يستوى. ومش هحط عليه اي توابل غير ملح وفلفل. وهنا الرز كان خلاص قرب يشرب المية،
هحط الجمبري على وش الرز علشان ما يلزقش في أرضية الحلة، هسيبه على الوش بس كده، وهسيب الجمبري يغلي مع الرز لحد ما الرز يشرب المية خالص. هنا كان الرز خلاص شرب المية، دلوقتي بقى انا هوطي عليه وهسيبه يكمل سوا، وهسيب الجمبري على الوش بالطريقة دي علشان الجمبري ما يلزقش في الحلة من تحت. وهنا خلاص كان الرز اللي بالجمبري خلاص استوى، وكمان البصل ما عادش موجود خالص. كان ممكن نصفي البصل من الزيت ونضربه في الخلاط، بس انا حبيت اسيبه كده عشان اوريكم بعد ما بيستوى الرز والجمبري البصل بيروح وما عادش بيكون موجود في الرز. دلوقتي بقى انا قدمت الرز بالجمبري، وصفة سهلة جدا وسريعة ومأخدتش وقت معانا خالص. وكده خلاص خلصنا وصفة النهاردة. لو عجبتكم وصفتي ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده.